كما تتبعتم كان افتتاح المؤتمر ديال الحزب الحركة الشعبية اللي هو اليوم عنده 60 سنة، وانتم تعلمون بأن هذا الحزب فهو مكون أساسي في المشهد السياسي المغربي ولعب دور مهم في بناء المغرب المستقل، وبفضل دائرة 58 فهو كذلك ساهم في بلورة التعددية الحزبية، وساهم كذلك في تقوية الدفاع عن الوطن وعن الهوية المغربية وكذلك عن البناء الهادف أساسا إلى بناء مجتمع متوازن متضامن ورقي. وبالتالي فبحكم العلاقات المتينة التي تجمع بين الحزبين فكان من الضروري الحضور والدعم، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله.